السلام عليكم ورحمة الله. احنا دابا كنتواجدوا دائما مع الطونديم العالمي، الطونديم سحيمزه جنان. وفات الزيارة هذه بعد غيبة طويلة، احنا دابا كنزورو مع عاوتاني لأول مرة فهاد الصيف هذا. وشوفوا الإخوان ديالنا، الأخ جنان، شي تحية للإخوان ديالنا وشي كلمة بمناسبة العيد المولد النبوي. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكر الأخ اللي غاب علينا غيبة طويلة من المسابقة الأخيرة من مدينة العيون، وبقى زارنا اللوف ديالنا. من هذا المنبر هذا كنشكره وكنقول ليه مرحبا بك. وكما كتشوف معنا الاخ بن العيد، بالنسبه لنا احنا غدا الامور على ما يرام وعلى احسن ما يرام. الاخ بن العيد باش نجهز ان شاء الله الجنود ديال الموسم ان شاء الله. نجهز الجنود ان شاء الله باش يدخلوا الموسم الرياضي ان شاء الله. ومن هذا المنبر هذا مناسبة ذكرى ديال العيد المولد النبوي، كنبغي نقدم واحد التحية للأبطال المهجر، وخاصة خاصة خاصة الأخ زهير جمال الصديق الحميم ديالنا. من هذا المنبر هذا كنقول ليه عواشر مبروكة وعيد مبارك سعيد. والأخ يوسف الصديق، يوسف صديقي حتى هو ما نسيناكش اخويا يوسف، راه ديما بالقلب. وتحيه لجميع الابطال ديالنا المغاربه بدون استثناء. وندوزو عند الاخ سعيد حتى هو. السلام ورحمة الله. اخ بلعيد اليوم جا تولى عندنا وشافنا كالعاده، بقى شحال هادي ما بقى جا عندنا، وكنشكروه بزاف على هاد الزياره هادي. زياره صراحه اللي هو اللي مفاجئه، جاب العيد ضرورة اخويا سحيم، ضرورة. لا مرحبا، الله يحفظك خويا بلعيد. كيف كتشوف الحميمات؟ الحمد لله راهم دابا بارك الله تقريبا غيكونوا جاهزين للصباح. هذا دكار ولا انثى الاخر؟ هذا دكار تبارك الله. اللهم بارك. هذا لاعب، هذاك العام لاعب عنده شي القاب الاخ سحيم. دا شمبور ديال هذاك العام هذا عنده ضرب برمي في راسه مليح عندنا في الجمعية. وتكلاسه 31 في العصبة الضربة. العصبة ديال الضربة هيدا، اش مسابقة؟ راسهم ليل. تبارك الله. وجدتو شي حميمات هاد الموسم إن شاء الله؟ ضروري، عندنا الحمد لله حميمات اللي كبار اللي شاطوا لينا من هذاك العام، وسنايبرات الحمد لله ديال الحميمات ديالنا اللي كنخدموا. وجدتو عليهم شي سلالات أخرى جديدة؟ كاين شي سلالة جديدة في هاد الموسم؟ شوية، ضروري. ضروري ما تحلقوا على ضروري ما تلقم شوية. ضروري الاخي. الحمد لله حميمه دابا راه جاهز ان شاء الله الكونكور. ما كنطريطيو تقريبا قررنا نكملو التريتمون، وكنتمنوا ان شاء الله هاد العام يدوز عام مزيان للجميع الموالي في المغرب. الحمد لله هاد الشيء اللي صبات وداك الشيء غيكون ان شاء الله واحد الفرجه ان شاء الله تكون مزيانه ان شاء الله. بالنسبه للعصبه الدار البيضاء ياك الاخ؟ ضروري عصبه الدار البيضاء، راه حنا نشطنا في هذاك نشطنا في قول عامين، والعام ديال الدار البيضاء كبرات بسنين. الحمد لله الامور كانت مزيانه. لعبنا، انا كنهضر معك كمولوع ماشي ابار، على الحمد لله لعبنا في عدد كبير اللي تبارك الله ما كناش كنحلموا فيه الحمد لله. والناس نشطوا صراحه، حيت صعيب باش تجمع واحد القدر كبير ديال الحمام وتجمع واحد الناس ديال الدار البيضاء كاملين تلعبهم في واحد المسابقه. فهمتي كتكون الفرجه، كتكون المتعه، داكشي اللي كاين. فهمتي كازا كل واقفه كتسنى الحمام يدخل، الوالدين وكل شيء، الدار البيضاء كامله مولعه في طلقه واحده، كتكون حلاوه عاوتاني اخرى. لا شيء هنا، هذاك الشيء رجعوا عاوتاني من واحد عاوتاني بداو عاوتاني التعزيله عاوتاني. المهم نتمنوا ان شاء الله يكون هذه السنه هذه اللي داخله تكون سنه مزيانه ان شاء الله الرحمن الرحيم. بغينا نشطوا ونلعبوا وبغينا نتنافسوا مع الناس، فهمتي؟ داكشي اللي كاين. ولا عندو شي حساب ماشي واحد شي صفيه بعيد على الموالع. داكشي اللي كاين الاخ سحيم دا. الموالع في تيقار، حنا راه باغيين نشطوا جميع كاملين. هادشي اللي كيبغي كل مولوع اللي باغي يلعب وباغي يتنافس. داكشي اللي كاين الاخ سحيم دا. وكنشكروا ما ننساوش الاخوان ديالنا اللي كاينين في الديار الاوروبيه، في الديار الامريكيه، اخ جمال زهير، الاخ الصديقي، الاخ صديق فيصل، الاخ ربيع بوسعاده، الاخ يونس حتى هو ما نساوش اللي كنشكروه بزاف. يونس العزوه ديال القطريه. ديال القطريه تبارك الله، راه حتى هو صراحه من الموالع تبارك الله اللي مشاو في هذا الميدان مزيان.
بدون استثناء اللي نسينا يسمح لينا. والاخ سفيان الزيواني حتى هو اللي كيتواجد حاليا بديال القطريه حتى هو. الاخ ديال العثمانيه. الله يسخر ليه. التوفيق. وكنشكروا جميع الاخوان وكنباركوا لهم الذكرى ديال المولد النبوي. وكل عام وانتم بخير. الله يحفظك اخويا زحيم دار دوزو عند الاخ جنان. شي تحيه للاخوان ديالنا والابطال كيفاش كتشوف الولعه في هذا الموسم الاخ جنان. وكاش الاستعدادات ديالكم بالنسبه لهذا الموسم ديال 2017 الاخ جنان؟ الاخ بالعيد السيد هذا الاستعدادات راه جاريه اللي كيقول لك ما كيستعدش الموسم الرياضي الاخ بالعيد كيكذب عليك حتى واحد ما كيربع ايدو في هذه الفتره هذه كلشي كيجري كلشي باغي يتنافس كلشي باغي يسبق فهمتيني الاستعدادات جاريه كالاعوام كالاعوام الماضيه الاخ بالعيد كاينه راه الا خدمتي مع الحميمات ووقفتي على الحميمات وصبرتي عليهم راه غادي يكون ان شاء الله نتائج حسنه ونتائج اللي غترضيك وعملتي الحميمات الاخ بالعيد راه ما غادي تسنى والو هادشي اللي كاين وبالنسبه غادي ندوي معاك انا شويه قاصح الاخ بالعيد بما يخص وبما يقع في مدينه الدار البيضاء ودابا الاخ بالعيد واحد المساله انا كنشوف ان الموالي المولوع خصو ينصل العاطفه لان العاطفه كتحيي فهمتي انت صاحبي ايه مرحبا فهمتيني انت صديق ديالي مرحبا ولكن انا كنشوف داكشي اللي غيخرجني فهمتيني ودابا الناس كانت لعبه في واحد العدد كبير ديال الحمام وكانت ديبلوم ولا ضربه حمامه كيكون عنده واحد الفالور كبير فهمتيني وراك شتي الا دخلتي اليوتيوب اخ بالعيد ولا ربما انت راك هاد المسائل هادي راه ما كتخفاش عليك كتشوف الاعداد المليونيه والكم الهائل ديال الحمام اللي كيتطلق على الاخ بالعيد لان جل جمعيات الدار البيضاء نشطوا في عصبات الدار البيضاء هاد السنه هادي جا كنسمعوا حكا قال لك شي داكشي اللي كاين شي عنصر اخر غادي فهمتي غادي داكشي غينقاسمو غينشق وهذا راه ماشي في صالح المولوع انا الراي ديالي داكشي اللي كاين ماشي انا هاد الناس هادو عندهم واحد المده ديال 5 سنين عندهم مده ديال 5 سنين خصهم يجيروا هاد المكتب هاد السي عبد العزيز وعدي الدان والاخ زمو الحاج جابير الاخ ماريلون الناس اللي كيكونوا المكتب ديال عصبات الدار البيضاء هاد الناس عندهم واحد 5 سنين دابا حنا غاديين معاهم مسيره بمسيره هاد الناس هادو لعبنا معاهم حققنا معاهم انجازات فهمتيني وداكشي اللي كاين الوعود اللي كيعطيو كيوفوا بها داكشي اللي كاين فهمتيني وثلاث سنين بقى عامين انا كتبان لي الامور غدا مزيانه هاد الناس هادو اللي عاودوا خلقوا واحد الاسم جديد اطار اخر اطار اخر اطار اخر هو العصبه الثقافيه والرياضيه حنا ماشي ضدهم ياس انت باغي تخدم الولاعه متفقين معاك اجي نضم لهاد الناس ونديروا يد في يد وتخدم الولاعه وهاد المكتب هذا الا ما خدمش منه 5 سنوات غادي يسقط ويطلع هذاك المكتب الجديد داكشي اللي كاين واش فهمتي هذا دابا هنا كاين صراعات الاخ بالعيد والناس كتقلب على مناصب انا كندوي قاصح انا ما كنخاف من حتى واحد نحن لا نهاب احدا ولا نخاف احدا هاد المساله راه معروفه علينا حنا كنقولوا الواقع فهمتي حنا ما داخلين في مكاتب فهمتيني ما داخلين في عصاب ما داخلين في حتى حاجه حنا كنشوفوا غير الحق هاد الناس هادو حنا ناشطين معاهم مده دابا ديال ملي كان اتحاد الدار البيضاء الكبرى امور غدا مزيانه غدا مزيانه واخا عبد العزيز وعدي الدان صراحه انا من هاد المنبر هذا كنهنئو فهمتيني وتحيه ليه اللي جمع الدار البيضاء يخدم صراحه وبدون مقابل لا هو لا الاخ زمو لا الاخوان كاملين اللي في العصبه لا الاخ الصوراوي جميع الاخوان اللي في عصبه الدار البيضاء كيخدموا بدون مقابل يا سي انت بغيتي تخدم الولاعه مرحبا ياك حنا ماشي ضدك نتعاونوا معاك فهمتيني ونزيدوا العربه تمشي ولكن باش ينوض انسان يشق الدار البيضاء على جوج حشومه